I'm a good man. Show my guy. يا الله ديال اللي قطع الدواد يا بو زيكا هبط بو زيكا هبط 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 لما خرج من وسط الحجم كاين ليسانس لا والو الكاتدرال ها هي عاد نمشيو لها دابا البارح وصلنا هنا بالليل غنطلع فوق الموتور وغادي نعاود لكم القصة اللي وقعت لينا البارح حريرة اليوم سبق الديمار يوقف الموتور ميزان باش الزيت كتوزع على الماكينة قد درنا واحد ليسانس هنا غير الله يدير الخير وصافي البارح هنا عمرناها بالبو هذا المهم ديب باني نوص ها ما قلنا ليسانس ديال هنا موسخ شي شويه ولكن كان ريسك لينا يعني ما كانش عندنا خيار داك الشيء باش درناه اما بنادم الاحسن ما يديرش يعني يدير الاحتياطات ديالو حيت انا راه ما كاين غير ليسانس ديال العبار راكم عارفين داك ليسانس ديال العبار كي داير اخوان السلام عليكم من جديد حنا دابا في الكاتدرال هي كما كتشوفوا قدامكم ليسانس هذا هو اللي عنده ليسانس هو مول الحانوت كاين حدا الجامع ولكن ما نصحكمش به ليسانس مكرفص شويه درتو هنا الموتور بدا يدير عطي ليا في الديماراج ما تيديماراج دغيا يعني هذا بنادم لا تحنسر وصافي يبقى اون بان كاين بزاف ديال الهوايات تمارسو هنا هادو دابا بغاو ينقزو هادو صحاب الكاياك صحاب الكاياك كيمشيو للواد وكيدي ها نعاود لكم اخوتي القصه البارح شنو طرا البارح جينا طاح علينا الظلام قبل بشي 40 كيلومتر ما وصلنا لهنا ولا شي 30 وفاش سمعوا 30 ولا 40 ولا حتى 20 راه ماشي هي 30 العاديه راه 30 قدر يف 20 كيلومتر دير فيها ساعتين طريق كامله مكرفصه فين تبان ادرا نواور طريق فيراجات وحدوره ما تقدرش تجري ومضيقه تفراني غير شي شويه قدام كتزلق بك الرويضه المهم حريره حريره شحال وحنا كتبقى لنا شي 20 كيلومتر المهم بمشقة الانفس شعلت لينا البوله كتبقى لنا واحد 20 كيلومتر شعلت لينا البوله و20 كيلومتر تقدر تاكل فيها اكثر من داكشي اللي غتاكل في طريق عاديه بالدوبل ولا بالتريبل حيت الطريق عقابي وحدوره جينا والمشكل الكبير هو هذا اللي غنقول لكم جينا حتى لهنا كما كتعرفوا جاي انا والدري صاحبي جايين دو بلاص جينا دو بلاص انا والدري جينا ودري صاحبي دو بلاص واحسن حاجه هي ملي جينا دو بلاص احسن من كون جيت بلاصه وحده حيت وصلت لشي بلايص الموتور كيطيح لك ما تقدرش توقفو ماشي بجهد العيا صافي شات فشل قدر شي بلايص المهم واحد تيعاون واحد هو واخا ما تنصحش انا لا بيستا احسن يكون بنادم غادي بوحدو ولكن يكون بزاف ديال الموتور ماشي موتور واحد ولكن الا ما كانش كنتي غتجي بوحدك اللهم تجي دو بلاص وجيب شويه عليك انا صاحبني الدري صاحبي كان جاي معاه الفلوس هو صاحبو راه هز معايا انا صدقنا بجوج لا شي واحد ما تيرا حتى واحد ما خرج الفلوس وهنايا ما كاين لا كيشي لا بوسطه لا فين تخرج لا والو يعني فاش تجي لهنا تكون جايب ليسانس الكافي ديالك واش تكون جايب الفلوس الكافيه ديالك واش تمشي به خير وهنايا مقادة باش تستقبل الناس اللي كيتريبيو بدرجة أولى يعني حيت ما كاينش بزاف بلايص فين تقدر تبات ولا شي حاجة كاين الناس كيكريو داكشي ولكن ماشي شي حاجة المهم هي بنادم ديباني وصافي ولكن أحسن حاجة هي بنادم يجي تريبي يجيب الخيمة ديالو يجيب كاينين دي زوبيرج وداكشي ولكن ماشي بزاف هنا تيجيو بزاف أصحاب التريب النقطة الإيجابية اللي لقينا هنايا هي الناس الله يعمرها دار وقفنا حدا الجامع وقفنا كنطرفو وكنقيو حالتنا شويه مع تكرفسنا هو يدوز واحد السيد الله يعمر ليه الدار ما عرفتش سميتو راه تيسوق النقل المزدوج هنايا كان البارح بالليل قال لنا ياك لاباس مالكم حس بينا ماشي هما هذوك قلنا له ودي راه ما عندنا حتى ريال الفلوس راه ما خرجناش انا صاحبني الدري صاحبي خرج معاه الفلوس هو صحابو انا مخرج معايا وليسانس قلت له حتى على لنا البوله راه غيسكت لينا قلت له راه ما يزيدناش 10 كيلومتر ما كملناش غادي يسكت غالبا كاع
قال لنا ما تهزوش الهم ويلي حتى نتوما. قال لنا واش هادشي وكان؟ قلنا له صافي غير هادشي. قال لنا ماشي مشكل بالنسبه للمباتا كاين الدري بيتكم عنده تيكري. يا 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 حشومة كاع باشا. دابا هنا كارينا الطوموبيل باينه ماشي ديالهم، كنديرو ما يجريوش بحال هكا. قال لنا صافي ما تهزوش الهم، الا كان غير على فين تباتوا راه كاين لي بيتكم، ما تهزوش الهم الفلوس، حتى تمشيو صيفطوهم له ولا غدا عطوني كارت كيشي ومشي نشري لكم. وفعلا داكشي اللي درنا. وبالنسبه لليسانس دي بان انا هو زاد عطانا واحد مول الدار اللي كرهنا، عطانا 100 درهم من عنده حتى نعطيوها لهم. من بعد درنا المهم دي بانينا شويه، درنا واحد 3 يطرو قيله ولا 4 يطرو اللي درنا البارح. ودابا حنا غادي ندخلوا نشوفوا هاد الكاتدرال هادي ونرجعوا نشدوا الطريق. ولكن فريمون الطريق ديال البارح اللي دزنا منها، ما عمري في حياتي دزت في شي طريق بحال هذيك، ما عمري. راكم شفتوا في الفيديو اللي قبل، ما عمري ضربت شي كرفيصه بحال هكاك، عرفتي ظهرك كتحس بيه بغيت تقسم. الكاتدرال هي هادي، دابا حنا ولات عندنا هادي، عرفتي علاش؟ حيت البارح دزنا في شي بلايص اللي فيه هاد الجبال موجودين، الناس اللي كيجيو من الجهه الاخرى ماشي جبلي بلال ماشي، يعني هذا هو اول جبل تيشوفوه بهاد الديكور. كاتدرال اول مره نجي ليها، الواد تبارك الله ناضي. هاد الواد ديال اللي قطعو، والله الا ديال اللي قطع هاد الواد هذا، الما تيجري تبارك الله. قلت الما كيدي الماء. شوف اخوان حنا خارجين دابا من الكاتدرال صافي نمشيو بحالنا. قلت لكم قبيلات باللي السيد اللي بيتنا عنده في الدار قال لينا حتى نعطيوه كارت كيجي شي واحد يمشي يشري لنا الفلوس وداك الشيء. في اخر المطاف صدقنا الكارت ما داتها شي واحد وما خلصناه ما والو، وعطينا هذا هو 100 درهم من عنده. بتنا ب 150 درهم و 100 درهم كان عطاها لنا ديبانينا بها البارح، هي 250. وفي اخر المطاف قال لنا صافي انتم غير سيروا حتى توصلوا تمايا لواحد البلاصه، واش مزكران ولا شي بلاصه بعيده على هنايا ب 50 كيلومتر، هي كاين لي بونك وداك الشيء. قال لك حتى توصلوا تمايا وصافي وصونيو عليا ونقول شي واحد يتلاقاكم تما وعطيوه الامانه. يعني شوف الناس الدرجه ديال الثقه، يعني الحمد لله باقي الخير في هذه البلاد. يعني ما راك في المغرب ما تقولش غنمشي شي بلاصه غنوقف اون بان وغنحصل، غير يكونوا الناس كاينين في ديك المنطقه، ما تكونش شي بلاصه الخلاء ما فيهاش بنادم ما تقولش راني غنحصل. راه الناس الحمد لله تنتعاملوا بيناتنا، اللهم لك الحمد. دابا غنوصلوا لديك البلاصه ان شاء الله وغنتيريو الفليسات ونعطيو الصونو عليه ونعطيو الامانه ديالو، اللهم لك الحمد. وعاد نشوفوا فين نمشيو، مازال لحد الان ما عارفينش، غنرجعوا بحالنا على الطريق ديال الخنيفره بني من الخنيفره وداك الشيء، اولا غادي نعاود نشدو الطريق اللي قلعت مكونه ورزازات، ما عرفتش نشوفوا على حساب الوقت شنو كاين. اخوان باش نبقاو قابطين الحساب ديالنا اللي قلت لكم من الاول، البارح زدت 50 درهم ديال ليسونس هنايا، ليسونس ديال العبار دي بانيت به، وبتنا ب 150 درهم فواحد الدار، المهم دار بسيطة، المهم تجبات فيها، فيها دوش، فيها كاع داك الوسائل اللي تقدر تحتاج. درجة الحرارة هاد النهار 36، سخون الحال بزاف، خصوصا فاش كتوقف عرفتي عينك تيعرقو، ماشي صحتك، عينك كيبقى يزع عليهم داك العرق مع الكاسك. مازال شوية باش كتكون محرك هكا كطلع الفيزيير شوية تيتحرك الهواء. كاي عومة بلاصة واعرة هنا الشيا، واعرة هادي العومة هنا، حنا بطلع عومة بوزيكا ولكن واعرة الشيا كديرها ديالهم صوتي يا صاح. هاد الواد تيخوي في بين الويدان، عجبتني هاد القنطرة. وأخيرا من بعد واحد 50 كيلومتر فيها نهار ديال الطريق ومبغاش تسالا، تقول هنا توصل هنا توصل، دابا هي فيها الفيراجات داكشي باش. السلام عليكم. شي واحد كيدير الكاتدرال؟ اي هو هذا واحد السيد تما باغي نصيفط له، باغي نعطيه شي فلوس، قال لي شوف لي شي واحد تيجيب لي هنايا ودوزو لي في التليفون فلوس ولا شي بلاصه. نعطيك فلوس حيدنا التقليد علينا. لا ماشي برا اخرى، واخا تكون شي عمال ترجع لنا، شوف حتى عمو يدير معاك بنات بحال هاد الناس هادو، خصنا نحافظوا عليهم اصاح. ها خص حافظ عليهم ما تخسرهمش. شي بولا قبيلة شي كتسني، هاد هو ويزغت فيها بومبا ما فيهاش ليسونس، بومبا وحده اللي فيها.
ماشي ما فيهاش يكون فيها غير هو الحراره ما تيبغيش يطلع لهم ليسانس في هذا الصاد يعني لا فيراجات كاينين. سولت واحد مول الطاكسي قال لي البومبا الجايه 25 كيلومتر خصك الضرب ديال الطريق. داك الشيء باش انا دابا راه تندير فيتاس كبير باش نخليه تيمشي حتى كيكون شي فيراج عاد تنكراطي شويه باش القصاصد استهلك بلا ما تهلك. تدينا هذا الموتور هذا اللي ما تيسمح لنا وصافي يا وانا غادي نبيع البلاصه هاد السنه شويه درنا نو ليسانس ديال العبار مشكله وصافي غنوصلو نديرو له شي بلان نديرو شي برودوي اللي كاين يطوي ليسانس. خوتي في الكماله ديال هاد الرحله هادي اللي زرت فيها شلالات ازود ازيلال ايت بوغماز والفيراجات اللي في الطريق قلعه مكونه تنغير لي غورج رجعت على بومية تنفي تمحضيت وصولا الى مدينة لي يمكناس كانت كتصور بالجو برو مي وقع لي واحد المشكل في الصوت خسر لي الادابتاتور ديال المايك ديال الجو برو داكشي علاش نكتفيو بهذا القدر هذا ونتلاقاو في شي تريب جديده وفي شي رحله جديده لشي بلاصه اللي واعره تشوفوا في شي فيديو جديد تهلاو.